توقعاتك لمباراة الزمالك والترجي في السوبر الافريقي؟ اول حاجه انا اهلاوي جدا تمام، واتمنى ان شاء الله الزمالك يكسب علشان خاطر برضه بيمثل مصر. ان شاء الله يفوز الزمالك ان شاء الله 2-0، ومصطفى حمد وبن شرقي ان شاء الله يهزموا 2-0 وربنا يسهل يعني. ان شاء الله 2-0 للزمالك باذن الله، مصطفى حمد وبن شرقي باذن الله 2-0 باذن الله. ان شاء الله الزمالك يكسب 3. ان شاء الله الزمالك هيكسب وهيجيب كواه. ان شاء الله الزمالك يكسب 2، والاثنين دول يجيبهم مصطفى محمد ان شاء الله يا رب. نتوقع 2-0 لنادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يكسب ويحقق لنا اللي احنا بنحلم بيه، والزمالك فريق كبير ويستاهل كل الخير. ان شاء الله يكون مصطفى محمد هو نجم اللقاء وهو اللي جاب الجونين. الزمالك هيكسب 2-0 ان شاء الله، بن شرقي ومصطفى محمد. 2-0 ان شاء الله للزمالك، مصطفى محمد وبن شرقي.